انا قلقان من اللي اسمه ايهاب ده. وبعدين بقى معاك يا راشد، مسألة مش ناقصة قلق، بس هي خبطة تستاهل. بالعقل كده، خد الفلوس وهبق وما رجعش تاني، هنعمل ايه؟ ولا هنعرف نجيب. وانت مالك انت، هي فلوسك؟ فلوسي وانا اللي احكم فيه. ده والله، ده على اساس ان انت اللي صدت كريم والعيال وخدتهم عشان يبيعولك، صح؟ لا انت، بس ليك عمولتك. اصل الفلوس دي البضاعة اللي انا سرقتها من انسي. والحق حبيب الله يا جوز اختي. جوز اختك؟ والله انا كنت قربت انسى. مجرد كدمات في دراعها اليمين وجرح بسيط في دماغها بسبب انها وقعت عليها. طمنتني يا راجل، انا كنت مخطوب جدا الحمد لله. الحمد لله عرفتوا توصلوا لاهلها؟ ما كانش معاها حاجه خالص ولا حتى محفظه. على فكره يا مراد، دي ام الطفل بيرضع، صدرها مليان لبن. اوه، انا سجلها باسم ايه دلوقتي يا مراد؟ سجلها باي اسم لحد ما تفوق يا بهاء. سجلها داليا، داليا نور مؤقتا. حاضر. شو الصور دي يا طارق بيه؟ دي صور محروس مع مرتك لبنى من سنتين. دي ما اسمهاش لبنى، اسمها الحقيقة عسلية سعيد ثابت ومن بولاق. دي الوعى اللي احنا وقعناها دي يا رب. دي هي أول لما شافتني اتكهربت، بس أنا برضو غبي، كان لازم أستناها وهي خارجة من العمارة. وما استنيتهاش ليه؟ مش وقت. المهم إنها خارت ابني، ما سابتش غير دول. لبنى عبد الرازق أحمد المنياوي. هي سعادتك كان معاها بطاقة في اسكندرية باسم زينب أحمد محمد على إنها ساقطة قيد. زينب في اسكندرية ولبنى في المنيا. أكيد ضحكت على حد في اسكندرية وخلته يعمل لها بطاقة. زي ما ضحكت علينا هنا وخلتنا نعمل لها بطاقة على إنها ساقطة خير. ألو؟ أيوه يا ابني. أنا فوزي عدنان رئيس مباحث المنيا. خد الإشارة دي مني. في واحدة ست معاها طفل صغير عنده سنة. يا ريت تبلغ كل الوحدات المباحث. وأبعت لك الصور بتاعتها. يعني أنا كنت على حق. أنا كنت على حق يا طارق، وأنت اللي ما صدقتنيش. في مصيبة تاني. ليه؟ الورق اللي أنتوا عملتوه ده تزوير في أوراق رسمية. ويا ريت يا طارق بيه ما تجيبش سيرته في التحقيق نهائي. يعني إيه؟ يبقى قصدنا خير؟ نلبس جناية؟ هقتلها. هاخد شاهين منها وأقتلها. يعني طارق، تعال معايا يا مصطفى. صباح الخير. اجازة ايه تاني بس يا مصطفى؟ اسف يا فندم. ده انت اليومين اللي سبتني فيهم انا عملت فيهم الحادثه يا ابني. اسف والله يا فندم، ظروف فرح وقت. انا بس سمعت بالحادثه بتاعت حضرتك كده اطمن عليك. بس ده مش حل يا مصطفى، ده مش حل. انت عارف ان انا بكره السواقه جدا وبكره الزحمه وما بحبش اجي شغل وانا متضايق يا مصطفى. هات الشيكات اللي عايزه تتمني وتعالي لي.
شوف لي حل يا مصطفى، لازم تشوف لي حد. حاضر يا فندم، تحت امرك، احاول. استاذن حضرتك. اتفضل. بقول لك ايه؟ نعم. خليك معايا ساعتين النهارده كمان. حاضر، تحت امرك. ماشي. يا بهاء، أنا كويس. بعد ساعة؟ لا لا، هجي لك بعد ساعة. طب قولي الأول هي عاملة إيه؟ طيب، أنا هروح بس البيت آخد شاور وأجي لك. ها؟ يلا باي باي. صباح الخير يا مستر مرار. صباح الخير. الحمد لله.